اهلا بنات، كيفكم؟ معكم ثنا عبد الله، مدونه مختصه بالفاشن والموضه والازياء. اليوم رجعت لكم فيديو احسنه مره كيوت. فكره الفيديو، واحده من البنات سالتني قالت لي ايش اقدم قطعه في دولابك. قالت لي ليش ما تسوين عنا فيديو على اليوتيوب وما اعرف ايش. فحسيت انه تو ماتش انه اسوي فيديو كامل بس عشان اقدم قطعه. وبعدين تذكرت انه كان في تاج على اليوتيوب اسمه كلوزت تاج، قديم مرة، يمكن على 2014 او 2015، كل اليوتيوبرز هبوا فيه. يعني صاير التاج، كيف اقول لكم، معلومات كذا عشوائية، يعني فكرتها صراحة حلوة. فقلت ليش ما اسوي، بما اني انا اصلا من 2014 ما كنت موجودة على اليوتيوب يعني اساسا. حسيت الفكرة حلوة، استانس على هذا النوع من الفيديوهات، كنت مرة احب اتابعهم. فقلت اكيد انه كلكم راح تعجبكم الفكره وراح تستمتعون معاي بالفيديو، فخلونا نبدا. الزوار الجدد لا تنسون تشتركون في القناه وتفعلون زر التنبيه علشان يوصلكم اي فيديو جديد ينزل على القناه. اول سؤال طبعا، what's the oldest item in your wardrobe or closet، اللي هو ايش اقدم قطعه عندك. صراحه انا ماني متاكده منه اذا هو اقدم قطعه ولا لا، بس على ما اتذكر انه هذا البنطلون اقدم قطعة اشتريتها، يمكن كان له ما ابغى اقول 10 سنين بس انه قديم مرة. هذا البنطلون من مانجو، دقيقة، ايه من مانجو. شوفوا كيف حتى الاشياء كلها، التاقات كلها عليه، ما انقطع منه شيء، حالته الأصلية يعني حتى ما تغير، إلا إنه يمكن محبب شوي. قماشة جاي قطن، بس نوعية البنطلون اللي من فوق شايفين كيف كسرات، جاي من فوق واسع، بعدين يبدأ يضوق يبدأ يضوق يبدأ يضوق لمن يصير ضيق من تحت، فصاير باقي من فوق وضيق من تحت. مرة حلو، اول ما تشوفونه بتقولون وشو هذا البنطلون اللي قطني، يعني اكيد انه حق بيت، لكن للامانه لما تلبسونه مره فخم. طبعا من الخصر، يتكفل يربط ويتطوق، عرفتوا كيف، فيصير كذا جاي نازل زي الدرابيه كذا، مره حلو. بالنسبه لي انا بنطلون جدا فخم، وطبعا تقدرين انت تلبسينه بطرق يعني مختلفه، ممكن تلبسينه بطريقه كاجوال او ممكن تلبسينه بطريقه فخمه، مع كعب وكذا بيطلع طريقة فخمة، مع فلاتس مثلا او مع سنيكرز ممكن يكون طريقة يعني كاجوال وبسيطة، مرة احبه. وغير كذا بعد لون جملي، يعني انا يعني نقطة ضعفي اللون الجملي، اتوقع اللي متابعيني من بداياتي كنت دايما احكي عن اللون الجملي قد ايش اني كنت احبه. طبعا انا جتني فترة كنت احب اللون الجملي، يعني كان فترة وعدت استل احبه، بس ما كان زي الهوس اللي قبل، عرفتوا انا كل فترة يجيني هوس في لون معين. فيا هذه اقدم قطعة عندي. السؤال الثاني، what's the newest item، newest item، اوكي، من زارا، صورت لكم بالفلوج، ما ادري اذا الفلوج بتنزل، اتوقع الفلوج بتنزل قبل هذا الفيديو. فكرة هذا القميص زي ما صورت لكم اياه بالفلوج، يجي جهة طويلة وجهة قصيرة، كمان من ورا جهة طويلة وجهة قصيرة، فمرة عجبني. انا احب القمصان البيضة الرسمية لانها تفك ازمة صراحة، تناسب اشياء كثير، واحبها تكون كلاسيك، ما احب فيها ستايلات كثير، يعني ما احب مثلا تكون ازاريرها غريبه او عليها خياطه مثلا بلون معين، او مثلا تكون يكون قماشها مثلا قماش صيفي او شيفون او حرير او ما ادري، لا انا احب الستايل العادي الكلاسيك. بس بنفس الوقت ما استغني عن هذيك التصاميم الثانيه، او القصدي الأقمشة الثانية، لأن الأقمشة الثانية كمان لها استخداماتها مختلفة يعني تماما. بس هذه مرة حلوة إذا حابة أنت ستايل كاجو، إذا حابة ستايل رسمي، ينفع ينفع يعني أشياء كثير. فهذه أجدد قطعة من زارا ب199، أتوقع أن هذا سعرها، معني ما أتذكر أني ماخذتها ب199، طلبتها أونلاين من الويب سايت. السؤال اللي بعده، what's the most expensive item، إيش أغلى قطعة عندك من ناحية ملابس يعني وفاشن؟ أتوقع ليدي ديور، ليدي ديور هي يمكن أغلى شيء أنا قد أخذته من ناحية فاشن
ملابس وكذا. لو انها عندي الحين كان صورتها لكم، بس انا اوريدي اصلا مصوره لها انبوكسنج. ممكن اذا تبغون اصور لكم ريفيو عنها، ما اتوقع اني قد سويت لها ريفيو، فممكن اسوي لكم ريفيو عنها، لانها بالنسبه لي يعني شنطه مره حلوه، تناسب كل شيء، ودائما احكي لكم عنها، وحكيت عنها بالفيديو حق الشنط انه كيف تختارين شنطه للبراند. كمان حكيت عنها مره شنطه خرافيه وقيمتها فيها يعني. What was the biggest bargain؟ إيش هو الشيء اللي أخذتيه بصفقة؟ تبغون شيء براند وأخذته بصفقة، ولا شيء خربوطة يعني هاي ستريت أخذته بصفقة؟ إذا بنحكي هاي ستريت، في هذا الجينز، بنطلون جينز أسود، جاي ستريت، الكت حقته ستريت، بس مرة حلوة الكت حقتها. وغير كذا جاي الجينز الخفيف، ما هو ثقيل، شوفوا كيف إلى تحت، ومن فوق فيه زي القصات على من عند الخصر. البنطلون قد إيش يجنن، وكل ما لبسته كل أحد يسألني عنه. أنا أخذته من H&M، أوكي H&M صح، إيه H&M، تخفيض سعره كان يعني أخذته كذا من فجأة من وسط الأغراض، يعني من وسط الأشياء كذا، أشياء حوسة أخذتها منها، كان سعره أتوقع 20 ريال شيء زي كذا. صدق هذا بارجن ومو طبيعي قد إيش يعني قاعد يخدمني مرة. فيا ومن ورا في جيوب عشان تعطي إيحاء يعني. القطعة الثانية اللي أخذتها بصفقة شوز جانفيتو روسي. الشوز يتراوح سعره من 2800 إلى على حسب طبعا ديزاين، تقريبا 3000 وشي، يعتمد يعني على حسب الديزاين. أنا أخذتها بصفقة بفارفتش، I think إنه على نيو يير، صفقات نيو يير، كان سعره حوالي 1000 ريال، تخيلوا من 2800 إلى 1000 ريال، which is يعني مرة زين. هذا الشوز ما ينزل يعني سعره ما ينزل لهذه الدرجة يعني، فكان صفقة مرة حلوة. كمان مو موجود عندي في المكتب، بس بحط لكم صورته، أتوقع بتعرفونه على طول، لأنه هذا الشوز يعني مرة أحبه، أوكي مرة مو مريح ومرة يألم يعني، بس أعشقه مو طبيعي قد إيش أعشقه. What was the biggest waste of money؟ إيش هو الشيء اللي ضياع فلوس باختصار؟ ضياع فلوس بالنسبة لي هذا شوز سيلران، بس مو انه هو ضياع فلوس، مو ضياع فلوس هو، اوكي، بس بالنسبة لي انا واللايف ستايل حقي انا وستايلي انا، بالنسبة لي يعني ضياع فلوس، لانه مرة ما يناسبني يعني. هذا تشوفون هذا ثنا، لا ما زلت من قهرة عليه، لانه مرة ما يناسبني وندمت عليه. لكن مو مشكلة يعني، بعض الأحيان ممكن يطلع أقدر ألبسه يعني، أطلع منه بلبسات، لأنه مرة مريح، أوكي عالي يعني، هو مستوعبين قد إيش عالي، بس إنه مريح بالنسبة للعلو حقه يعني. كمان في شيء ثاني أنا بعد حسيت إنه ضيعت فلوسي عليه، في شوز عندي من فيرزاتشي، فيرزز فيرزاتشي اللي هو اللاين الفرعي من فيرزاتشي. كعب أسود مات، ما هو لمعة يعني، الستايل العادي حق الكعب العادي اللي أوردي أنا أصلاً عندي منه ستايلات ثانية يعني، ما أدري ليش اشتريته. الكعب نفسه ما أدري إذا عندي صورة ولا لا، الهيل نفسه سيلفر وعليه رأس الأسد. أولاً أنا مو من الناس اللي يلبسون سيلفر يعني، أنا مو لوني سيلفر، أنا لوني جولد دائماً غالباً. ثانيا راس اسد يعني انا مو ستايلي اللي كذا in your face ومرة اجي وما اعرف ايش، لا هذا مو ستايلي يعني، ستايل الدراجين عرفتوا، انا مو انا. فيوم اشتريته يوم وصلني، غير انه اصلا مو ستايلي، بعد صار مقاسه غلط، مقاسه طلع كبير علي، فيعني كله صار ضياع فلوس، لاني ما لبسته ابدا 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 يعني. هذا على الاقل لبسته، بس هذاك ما لبسته ابدا. السؤال اللي بعده، what's the most affordable cheapest item that you use a lot؟
ايش هو الشيء اللي اشتريتيه رخيص واستخدمتيه كثير؟ صراحة ما في شيء ببالي يعني. كان في شيء ببالي بس حسيت ان هذا الخيار افضل. هذا التنورة الستان من زارا. هذه التنورة اخذتها رخيص لاني اخذتها بسيل، فما اضمن انها هي قطعة رخيصة، بس سعرها فيها يعني بالنسبة لي انا. اي احد الحين يسألني لو مثلا يبغى تنورة للصيف بقول له على طول اشتر قطعة تنورة ستان. مرة مفيدة، تخدمك اشياء كثير، مرة فمنن حلوة. ما هي منظرها تشيب، انا ما احس ان منظرها تشيب، لان انا ضد اصلا ستان، يعني ملابس ستان فاشن ضدها. بس التنورة استثنيها لانها مرة مرة إليجنت باللبس. فمرة انصح فيها. اذا لقيتوها لو باي لون يعني صيفي خذوها. انا عندي هذا البينك، وعندي لايم جرين، وعندي نود، لا مو نود، اوف وايت تقريبا. استخدمهم كثير، لبستهم كثير صيفا شتاء. يعني انا اقول لكم بالصيف الحين، بس حتى بالشتاء لبستهم بطريقه شتويه، يعني لبستهم مع يعني صوف، كنزه صوف، هودي، يعني بطرق كثيره عرفتوا. تقدرين تلبسينها بطريقه كاجوال، تقدرين تلبسينها بطريقه فمنن واليجنت، فتجي بكذا ستايل. فانا احس انه هذه القطعه سعرها فيها. طبعا في اشياء كثير اسعارها فيها، يعني مثلا عندكم جينزات، اذا شريتي جينز يناسبك ومرتب عليك ويناسب جسمك وخدتيه بسعر رخيص، يكون قطعه مره يوزفل يعني. What are your three favorite items right now؟ ايش هي الثلاث قطع المفضل لك الحين؟ خلونا نركز على الملابس حاليا. هذا البلايزر صديقي الصدوق، قد صورته لكم من قبل في احد الفلوجز، يعني يوم اشتري من ستراديفاريوس. انا نادر ما القى بلايزر رهيب. طيب هذا البلايزر ايش الرهيب فيه؟ انه طويل، هذا اول شيء. ثانيا انه فيه دبل بريستد، اللي هو شو اسمه، الازارير حقته من هنا ومن هنا، جاي خطين وخطين، اوكي. غير كذا الشيء اللي انا سويته يعني يوم اشتري، اني اخذته اكس لارج اتوقع، او لارج، فجاي اكبر من مقاسي، اوكي. انا احب لما يكون بليزر انها تكون عريضة، تكون يعني اكتافها كذا تجي اكبر مني، عرفتوا. بهذه الطريقة تبين مرة كول ومرة ستريت ستايل فايبز يعني. غير كذا نقشتها يعني الهاند توث، ما ادري اذا انتم تحبون الهاند توث زي ولا لا، بس انا مرة اعشقها. القطعة الثانية اللي انا حابتها هذا الفترة هو هذا التوب من زارا. هذا التوب اتذكر صورته لكم كمان بالفلوجز، كل شيء صورته لكم بالفلوجز. الحلو فيه انه هذا التوب يعني ممكن يلبس مو بس بالشتاء، ممكن يلبس ربيع، ممكن يلبس صيف على حسب المكان يعني. شوفوا كيف الكم جاي كله كسرات وربطة على الكم. انا مرة احب الاشياء الفمنن زي كذا، game changer يعني for me. غير كذا شوفوا هو اوكي من هنا ثقيل، بس انه خفيف من عند الاكمام، فهذا الشيء حلو. غير كذا اوف وايت، انتم اصلا لو بتلاحظون دولابي شوفوا، يعني انا اصلا ترتيب دولابي دايما بالالوان، فشوفوا كيف كمية اللون الابيض، يعني اللون الابيض يخدمني بكل شيء ومرة مناسبني. كمان من الاشياء اللي انا عايشة فيها الحين هذا الهودي، مو الهودي، سويتشيرت. اخذته من اسوس، من براند شو اسمها، كولوجن، يس اي ثينك ذات ذا برونانس. الحلو فيها دام اسود من وراء ابيض، اوكي الرسمه مو مره عجبتني من ناحيه كواليتي، بس الهودي يجنن ياخذ العقل، والحين طالبه من اسوس كمان من عندهم. واتس ذا موست، شوفوا بنات انا بعدي بعض الاسئله لان حسيت انها غبيه وحسيت ان الفيديو راح يطول، فخلوني بس اروح للاسئله اللي احس انها حلوه. What's the most outrageous colorful item in your closet that you absolutely love? Okay. ايش هي القطعة اللي مرة ملونة ومرة مجنونة في دولابك وتحبينها؟
يمكن هذا اللي مرة من الأشياء أحس إنه ملون يعني فاقع. أول شيء أنا مرة أحب الأخضر، فهذا التوب اشتريته على أيام اليوم الوطني. قبل اليوم الوطني هذيك الفترة كنت مدريش فيني كل شيء أخضر، مدريش جاني جتني كذا هبة لون أخضر، فاشتريت أشياء كثير لونها أخضر. بس هذه كانت من القطع اللي اشتريتها هذيك الفترة، لونه غريب، جاي أخضر العلم بس بنفس الوقت جاي بارد، عرفتوا يعني التون حقتها كول، ما هو وارم، عرفتوا ما أدري شلون أوصف لكم صراحة، بس مرة عاجبني. طبعا هذا التوب يجي لاف ويجي بادي سوت، عرفتوا اللي يجي من تحت كذا كامل. هذه التوبات حلوة لما أنتي ما تبغين التوب يطلع، عرفتوا خلاص إنه تدخلينها من تحت وخلاص يصير ثابت ما يتحرك. مرة تخدم هذه التوبات خصوصا إذا أنتي يعني تبغين شيء عملي، تبغين شيء ما يتحرك، بيرفكت. السادات يعني البادي سوتس السادة تخدم كثير، خصوصا لما تسوين كلر بلوك، لو تسوين تنسيقات بألوان، يعني مثلا لون ولون ومثلا جاكت لون او مثلا شنطة لون وشوز لون، فممكن هذه الاشياء تخدم كثير. السؤال اللي بعده، what's the most uncomfortable item but you would take the pain because you love it. وش القطعة اللي مرة تألمك بس علشان الفاشن يعني ممكن انت تضحين وتلبسين هذه القطعة؟ طبعا ما يحتاج اقول لوبوتان اكيد يعني. لوبوتان، شوفوا لوبوتان صراحة مع الوقت تتعودين، انا بالنسبة لي يعني مع الوقت حسيت اني عادي خلاص صار الوضع عادي، يعني أنا ممكن اقعد فيه 4 ساعات، قد طلعت فيه مناسبة وطول الوقت كنا واقفين تقريبا، فتقريبا يعني 4 ساعات it's okay it's fine. يمكن اكثر من كذا لا. طبعا اللوبوتون اللي انا عندي بجيل، الارتفاع حقه 100 مليمتر اتوقع، اللي هو يسمى 10 سنتي اتوقع، هو 100 مليمتر 10 سنتي اي ثينك، من زمان عن اللوبوتون فما اتذكر ايش كان بالضبط. بس الديزاين بجيل يقولون انه الديزاين الثاني اللي هو سوكيت يألم اكثر من بقيل، فالعهدة على الراوي انا ما ادري. بس كلهم تقريبا نفس الديزاين، الفرق اتوقع بالكعب بس في حدة او شيء يعني، بس تقريبا نفس الشيء. على العموم اذا تبغون ريفيو عن لوبوتان انا قد حكيت عنه على المدونة، بس اذا تبغون اسوي لكم فيديو كمان قولوا لي، يصير ممكن احكي لكم عنه اكثر مطول يعني. هم اتوقع يعني هو اول قطعة اشتريتها براند كشوز يعني كهيلز يعني، وانا يعني من حسابي الشخصي عرفتوا، لاني اتذكر اني جمعت لها وكذا يعني شوي حسيت بطعم الشراء عرفتوا. فيا كانت تجربة حلوة صراحة. السؤال اللي بعده، where do you shop the most at؟ طبعا اللي هو وين تتسوقين اكثر شيء فيه. اتوقع واضح، انا دائما اتسوق في زارا يعني لان زارا يعبر عن ستايلي، الستايل الشيك كاجوال شيك، بس بنفس الوقت في مينيمال شوي، في حس مينيمال. ايش هو الحس المينيمال؟ اللي هو حس البساطة، يعني ما يكون في دهرة واجد باللبس. كمان بنفس الوقت مانجو ممكن تقولون بنفس الوقت مقارب. مؤخرا لانه كان في وقت الشتاء شوي تشوفوني صرت اصور لوكات كول كثير، لانه دائما في الشتاء يعني انا ادخل المود الكول، فصايره شوبينج كثير في بيرشكا. بيرشكا من ناحية جينزات يموت يعقد، من ناحية ستايلات كول غريبة يعني كذا مجنونة، أشياءهم مرة حلوة. السؤال اللي بعده، كلهم حاسين فيني، pick your favorite black item and your favorite white item. اختاري القطعة المفضلة لك البيضة عندك والقطعة السوداء المفضلة عندك. كلهم حاسين ان دولابي كله أبيض وأسود أصلا. قلت بختار لكم القطعة السوداء بتكون قطعة تحتية والقطعة البيضة تكون قطعة توب، مع انه التوب مو ابيض ابيض
بس هذه القطعة البيضاء المفضلة عندي، يعني لو بختار هذا التوب. سوري انه مفتوح فما راح يبين لكم. الكم حقه واسع بعدين ممسوك. انا مرة احب هذا النوع من التوبات لاني اقدر ارفعها وتصير بافي، يا سلام. ومن هنا من ناحية الخصر يجي زم زي كذا، يعني ممسك كذا شوي بعدين يصير واسع، فجاي زي البيبلوم. وغير كذا في فيونكا من عند الصدر هنا، فيعني احلى من كذا مرة حلو. والقطعة الثانية السوداء هو هذا الجينز من Forever 21. ما تتوقعون يعني انه جينز مفضل بالنسبة لي من Forever 21، بس شكوى لله. لاني لما البسها مرة يطلع حلو علي. في بس عيب واحد، العيب اللي فيه انه لو ويست. انا اللو ويست ماني صديقة معاه لانه يبيني كأني مقصوصة. افضل الميد رايز او الهاي رايز، بس هذا لو ويست بس اتس اوكي. شكله باللبس مرة حلو، يعني انهار عليه. وغير كذا لان الجينز نفسه ما هو ستيف، ما هو قوي، لا يتمدد مع الجسم، يعني جاي ستريتشي نوعا ما. ودرجة الاسود حقه مرة حلوة، فمرة احبه. بس بنفس الوقت عشان فوريفر 21 يبين شوي تشيب، يعني بعض الاحيان مثلا عندكم الداخلية هذه تطلع مثلا، بعض الاحيان يصير فيه خيوط طالعة، انا احاول اني اقصصها بس لانه my favorite jeans عرفتوا، فيعني ما ابغى اتخلى عنه. السؤال اللي بعده، something you love but everyone else hates، شيء انت تحبينه بس كل احد يكرهه. اوكي مو كثير بس اوكي. هذا الحلق ما ادري اذا بيبين لكم ولا لا. هذا الحلق دائما البسه، ويويلي صديقاتي كلهم تجيهم جلطه لما البسه، لانه يدخل بالاذن نفسها عرفتوا، فيخوفهم شوي لما البسه. السؤال اللي بعده، something that you are excited to wear soon، شيء انت متحمسه انك تلبسينه قريب. في عندي اشياء بتوصلني، يعني اشياء انا طالبتها، ف هي اللي ممكن انا متحمسة اني اجربها. اما اشياء اللي اوريدي عندي كلهم لبستهم، انا ما في شيء ما البسه. بس شيء انا متحمسة اني البسه هذه التنورة، لانها قطعة صيفية، فما كنت اقدر البسها في الشتاء، ما تناسب. فمتحمسة مرة على الصيف لانها قطعة صيفية بامتياز، وانا مرة عاجبتني. ما احس اني كرفتها مرة الصيف اللي راح، فمتحمسة مرة البسها هذا الصيف. الحلو فيها طبعا انها جاية طبقات، كلها مزمزمة، والوانها حلوة عرفتوا، الالوان تذكرني بزمان، يعني كذا بداية الالفين، يعني كانت هذه النقشات القديمة مرة مرة حلوة. بس اتمنى يكون عجبكم الفيديو. اي احد حاب يسوي التاج انا مرة راح استانس، لانه انا عاجبني اصلا من زمان، وودي يعني كذا انه نتعرف على دولي ببعض، خصوصا اليوتيوبرز يعني السعوديات، يعني ودي اشوف الكولكشنز حقتكم، ودي اشوف ايش الاشياء اللي انتم تفضلونها. وبس لا تنسون اذا عجبكم الفيديو تسوون لايك، ولا تنسون تشاركونا مع صحباتكم، وان شاء الله اشوفكم فيديوهات تانية. باي.